والسلام، السلام معكم وسام في الزيخ ومرحبا بكم الدراري فلوق جديد. فوالا يلا فقت وزدت فطور كيف العاده الدراري، 200 غرام ديال الروز و10 البيضات. يلا درتو كاين واحد كراكس فوالا العشران، ما صورتش لكم علاش، حيت دابا انا الهدف ديالي من هاد لي فلوق اللي جايين هما ما كاين غير لونطريمان الدراري والهارد وورك. غنموتيفيكم نوريكم كيفاش خاصكم ترينيو الى بغيتو تطلعوا فورما. راه ما يمكنش تمشي تضرب لي 4 ديال لي زيكزيرسيس وتقول لي انا باغي نطلع فورم. تسير كل بار ما بغاش تخسر الهضره، كل بار ورا عشان شنو كاين. المهم كاين هنا كيف ما قلت لكم 200 غرام ديال الروز و10 البيضات جوج كامل، 8 بيضات ديال البيض. وبالنسبه البروغرام ديال الماكله ديال اليوم، البارح واحد المدجاج عطيتو الموطور خدي غراض فجا وعطيني كيلو ديال الفخاد. واه كيلو ديال الفخاد زدت ليه، ها هو الدراري كاين طيبتو مع الروز. يعني اليوم بخير مننا الدراري، الروز فخاد ديال الدجاج، وغنزيد عليهم بسوزي اللي فيه بحال الخس والخيار. وبالنسبه للفاج راه اللوز لعيبات كوكاو. المهم الدراري هاد النهار تهنيت منو فوالا سير هادشي اللي كاين، بغيت نصوب غير شي قهيوه ونريح ترولاكس شويه فوالا الدراري. عرفتو شنو هو الدراري، انا بديت كناكل ويلاه تفكرت بلي كاع ما فلوغيت لكم. فوالا شنو صوبت هنا، درت جوج تلاته ديال الفخوضه كبار الدراري مقدرين، كتشوفو تلاته الفخوضه مقدرين. وكاين هنا السلطه، سلطة الدراري نعطيكم واحد لانفورماسيون زوينة ديرو بها وتفكروني. بالنسبة للناس دي لابو ديالهم دي الجلد ديالهم كحلة مزويناش ما والو، ولاو الدراري ضربو لي فيبر لي خضر بحالاش بروكولي الخص الخيار، هادو الدراري ملي غتوليو تقويو منهم اوتوماتيكمون داكشي كي غيبان في لابو ديال 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 البشرة ديالكم، يعني وجهكم اللحم ديالكم يولي غيولي بيض، غيولي فيه واحد كولور زوين قسما بالله. و تخيزو لك الترشيم منو كتولي البشره ديالك حمر، فهمتوا بلان الدراري؟ هاد لعيبه زوينه بالنسبه للناس اللي بغاو لابو ديالهم تكون مزيانه وتكون عاطيه للعين. يعني بزاف ديال لي زاطين كتشوفهم كيبان لك الميسك ديالهم، كيبان الجلد ديالهم ترونسبارون باش حيت كيضربوا هاد لي فيه بغادو بزاف. فوالا الدراري هادشي اللي كاين. هادي هي الروبا الثانيه وغنزيد الروبا الثالثه، عاد نمشي للتريني دوما نضربو كتاف في الدراري هاي تفرق. خويا عرفتو الدراري، دير مع الدراري اللي ترينيت معاه ديك المره، دير معاه مع خمسه اش حس دابا 5:15 ناس اش هذيك الغمضه والثاني نعاس. دابا خاص نمشي ناخذ شي لعيبه ناكلو خفيف ان كاربي مزيان. شريك لحظتك ولا الدراري كاربي مزيان ومشيو عندهم. والزريعه لقيناها كيصلي هو كاين هنا، شوفو شي واحد اخر ناخذ داك كول فليكس، كول فليكس زوين ديك المرة كليش عطاني واحد الانرجي زوينة ما عرفتش الدراري. المهم شندير شي صح فوالا. دابا غندوزو عند العلاوي، غتكون شي حصة عاوتاني اغريسيف ديال الكتاف اخويا كتاف جاي وباغي ناخد شي حاجة اللي غتعطيني الانرجي، شي حاجة عطاني كارب بسيط لغاية هذا دغيا. هاي الدراري واحد من العشرات تا هو مساليش اسيدي مساليش. بغيت نعرف انا حاجه وحده، شنو المشكل اللي طاري في هذيك ديك الدرود المحمدي وديك السوري؟ واد بلان هضرت عليه في الفلوق اللي فات. المهم بلان اللي طاري هو التليفون هما غيسمعوا، بلان اللي طاري هو هباش بلاصه سويل. قال لي سيدي الفلوقات سهل سويل عطا الهباش تا هو كلاشاه. ناض واحد هباش كان كياخذ لي زانفورماسيون عند شي واحد كيصيفطهم ليه، وطرا بينه وبين هباش شي بلان مشى هضر مع سهيل قال لي بلي خونا راه غير انا اللي كنعطي لي زانفورماسيون لي كونفرساسيون هما عندي هما يصيفطهم سهيل. داكشي علاش سهيل بدا كيلوح لي هذيك البوبليكاسيون. المهم خويا انت كنشوف فيديو الله يحفظك معليكش الله يحفظك اسيري الله يحفظك الله يحفظك تهلا اسيري الله يحفظك. فوالا عشران غنضرب واد سميتو هاد كرموس تبعان كارب الدري بسيط سريع الهضم، بغا يعطينا الانرجي زوين. خويا العلاوي ولا شاط شي حاجه غنعطيها لك، ما شاطش مسامحه شي. ودابا العشران معنا البطل يوسف العلاوي يوسف واش هذيك كتاف اليوم كبير. غتشوفو شي حصه، شتو حصه ديال الصدر كبيره وهادي ديال الكتاف كبار منا، غندخل عاوتاني بيسيبس وتريسيبس هذا هو البروغرام. غنسوق انا ولا تسوق انت؟ بحال كندخلوا لاصال اللي بان لنا قدامنا. فوالا غادي نسوق انا الدراري في بروغرام
كون فرقاها ودابا انا سنه غادي نتقاسى في بلاصه واحد جوج ثلاثه Every time I think I gotta go, cause if you seek then you gotta know, bitches they only care about the flow, come on you know how the story go, this the shit that never running, they always pretending that can kinda send and they mind what I'm bending, just imagine like Lennon that we living like long division, my vision is risen, shout out my homie in prison, shit is deeper than an incision, on the lower level, word of the devil, I can feel the trouble inside, telling me what to do, I'll never abide, I feel the vibe, the second we ride, you know we know just how to do it, my step, they can never reach, you know what I'm thinking, every time I think I gotta go, cause if you speak, you gotta know, bitches they only care about the flow, Cause if you seek then you gotta know Bitches they only care about the flow Come on you know how the story go She came with a couple of friends Tell them to come on in I was wondering Do you need someone to fill you in On the reg nigga to get no fuck about when you mad at me I'm hitting that pussy stand up on the wall like ain't no gravity King Chip is what? Good observation He gon' keep living while you keep observating Is that even the word? No but is you hating? Language is the art so when I talk I'm creating A whole new way to live, way to think, way to feel And let these bitch ass niggas know they fuck with me They gon' get killed, they gon' run Put that on my son, nigga don't get no fuck All a nigga know is bad luck Know a nigga getting to these ends while I can though Working towards more happiness than I can handle Like a candle, South Africa at the Saxon My door's open, we smoking, chillin', relaxin' Every time I think I gotta go Cause if you see then you gotta know Bitches they only care about the flow Come on, you know how the story go Every time I think I gotta go Cause if you see then you gotta know Bitches they only care about the flow Come on, you know how the story go I see through these motherfuckers like CAT scans And if they talking back, I just give them the backhand Think I work for Apple the way I give them the Mac, man Only partially ballin' motherfuckers is Pac-Man Goddamn! I'm just playing. Don't pay attention to what I'm saying. Everything just a part of my plan Cause really I ain't shit, I'm just a man Chillin' in my city, spending money like Diddy Hundreds and fifties, I'm spittin' gritty While you sittin' pretty, who fuckin' with me? First name Bobby, but I spit that crack like I was Whitney Started as a hobby, but who knew back then what this shit would get me? And now they all up on the scrotum The second I told them these lyrics, I wrote them Actin' like I owed them Not a lot of people understand my words cause I encode them Now these bitches give me the top of the totem Allow me to break it down, I feel like I'm breaking down Till I hit the mic and cook up the shit that I'm making now Kinda like Quentin Tarantino, me's only built for Cuban licks Mugambinos at the casino, blowin' my nose with a C-no Some people call me Robert cause I'm all about the dinero You talk a lot of shit, that's why you sound like a culero You fucking battle, my lyricism is fatal, mendejo All up in my business while I'm just trying to get the queso Life is about the peso, in English that means the money And if your buzz is as big as mine, you'll get all the honeys like Every time I think I gotta go, Cause if you seek then you gotta know, Bitches they only care about the flow, Come on you know how the story go, Every time I think I gotta go, Cause if you seek then you gotta know, Bitches they only care about the flow, Come on you know how the story go, المهم الدراري نخدم لينا رقنا لي زيكزارسيس اللي كيحتاجو تقل اخر اكزارسيس تقل و دابا غندخلو لي زيكزارسيس اللي كيحتاجو
عشران سالينا لونطريما دابا ضربنا البيسابس والتريسابس ما صورتش لكم لا سيونس ما صورتش لكم حدي الكشاف حيت انا غندير غير الكشاف بغيت داكشي يجي طوال بزاف واهو عشيري بطل حصه ديالها اش خويا ورم بيسابس ورم بيسابس خويا انا وانا العشران اللهم بارك وانا الدراري شنو باش نجيبكم هاد لا سيونس كاف مفرقعين الا كنتي مبتدئ ما ضربش هاد البروغرام الا كنتي شويه تقدم هارد وورك هادشي ما صورناش من اللعيبه الاخرى ما ضربناش بيسابس وتريسابس كان بالتالي بالتالي ممكن هاني مره اخرى عشان ودا عندنا الفخار صح هذا هذا هو شتي دابا شي سيمانه اخرى عاد غنقادو البروغرام ونوليو نبداو الفخار في الاول ديال السيمانه ها هو بوسي با بوسي با اسباب في اليوتيوب احسن حاجه شنو هي لي روبا واجدين في الدار يعني غنمشي ما غنتعذب ما غنطيب ما غندير والو غنمشي غنلقى داكشي واجد غنضرب البي سي ا وغنتعال فوالا العشران دابا وصلت للدار الحاجه الوحيده اللي نسيت شي البي سي ا ما ديتهاش معايا زين نحطكم مزيان وانا نضرب البي سي ا ونتعال اخويا صرا بلا مني ولا بلا صرا ديرو بحالك بلا مني اوف اخويا ودابا غادي نضرب الروبا الروز والفخاد ديال الدجاج قاعده واهلا الدراري يزجوع عرفتو الدراري باش عرفو ضرب تمارة في لونطريمون السوبيرة التانية يعني هادي ساليتها والسوبيرة التانية تجي بحال هادي شنو ندير لها غنضربها اخويا حيت غنضربها واحد الضربايا ديال جوج فخاد اخرين هاد فخاد هذا مشاو ونضربو هادو عاوتاني فخاد الدراري فوالا الدراري فيما كيسالي شي فلوق كنعاود ليكم شي بلان و البلان لي غنهضر معاكم فيه اليوم هو كيفاش ديفلوبي الكتاب ديالي من هنا لهنا الدراري يعني انا من اعند عضلة عندي هما الكشاف و ليموري و البيسابس و التريسابس هادو عانيدين بزاف دابا الكشاف الحمد لله راه مزيانين الدراري كيف ما شفت الصورة الكشاف ديالي دابا بخير في العام الاول كانوا كتاب ديالي بحال في العام الثاني كتاب ديالي بحال اجدرت لان الدراري كنهضر معكم بالتجربه داكشي اللي في قلبي راه كنقول لكم ما كنهضرش معكم بالعلم ولا نكذب عليكم ولا نقول لكم شي حاجه ماشي هادي كنت كنخدم الدراري كتاب جوج مرات في السيمانه كيفاش كنت كندير في الحصه ديال الفخاد فاش كنسالي الفخاد كنهود كنضرب البارة القدام اربع سيريات وكنتقطع فيهم مزيان وكنضرب البارة اللور كي اللي غايقول لك لا بارا اللور لا راه خطر كيشوف اخويا كشاف ضروري بارا اللور كنضرب البوا ديالك اللي غتقد عليه اللي غتحكم فيه البوا اللي ماشي غتريسكي به راه ما كاينش مشكل هما منعوها غير الا كنتي كتثقل بزاف فوالا عشران وكنضرب الوازو اربع سيريات الوازو كنت كنخدم مضروبسات يعني كنت غادي بهذا البروغرام حتى وصلت لواحد النتيجه زوينه والكتاب ديالي ديفلوبا وهي في نوصلو الدراري لهاد النيفو هادي اول حاجة الدراري وتاني حاجة فاش دخلت في العام الثالث اللي هو هاد العام وليت كنخدمو في الاول ديال السيمانة يعني في الاول ديال السيمانة كنخدم اثنين كنخدم الفخاد ملي كتخدم الفخاد هرمون ديال التيستو كيطلع العضلة اللي غتخدم من مورا اوتوماتيكمون غتسافد غادي تفرق يعني ثلاث كنت كنخدم كشاف النهار ديال الكشاف قبل يعني خاصني ندخل ثلاثة الوجبات قبل لاصال وثلاثه مورا لاصال باش العضله تستافد مزيان وباش تكبر وفاش الدراري كنمشي ندخل لاصال راه ماشي كندير راسي داخل لاصال راه داخل بحال باغي نتحارب ولا باغي ندير شي حاجه كيف ما شفتو الدراري انا راه ديما كنتريني بحال هكا الا رجعتو لي فيديو ديال القدام راه غتلقاوني ديما كنتريني بحال هكا ديما كنتقل ديما كندير بحال هكا فوالا هاد العام هاد العام الثالث يعني كنت كنركز على ثلاثه ديال الزوايا كنركز على الكشاف القدام وكشاف الجناب وكشاف اللور يعني ملي ندخل في العام الثالث لقيت راسي عندي نقص فاش في الكشاف اللور يعني هنا لقيت عندي نقص كبير فوالا وليت كنخصص واحد ثلاثه ديال ليكزارسيس ولا جوج ديال ليكزارسيس في كل فان ديال اي حصه ديال الكشاف كنركز فيهم مزيان وكنعطيهم راسها دابا الدراري الحمد لله الكشاف ديالي راه واحد ديفلوبمون تبارك الله الحمد لله الدراري وهذا الدراري بخير عاجبيني دابا باقي عندي مشكل واحد انا دابا انا غادي معاه كنسايس فيه وكنعطي اللي في جهدي هو البيسابس يعني البيسابس خاصها شي تمشي ليه مع الكشاف شو دري بلان بيسابس وتريسابس بيسابس وتريسابس خاصهم يمشيو ليه مع الكشاف
ولا الدراري هذا هو المشكل باقي عندي ولا مولي لي مولي مكملين ولا الدراري هادشي اللي كنت كندير وهادشي اللي باقي كندير انا الحمد لله دابا خدام على هادشي ونتمنى تكونوا استفدتوا الدراري انا راه كنقول لكم داكشي بتجربه وهذا والله ولا السلام وكان معكم مشاهد في الشيخ ولا كتعشري اول مره كتفرج فيها ما تنساش ابوني جيم كومونتير الحمد لله الدراري دابا تقريبا 30000 ابوني شي زوين العشران واحد حاجه اخرى ما تنساوش الدراري كان الانستغرام ديالي راه كاين في الديسكريبسيون وغتلقاوه في اول كومونتير مرحبا بكم الدراري في الانستغرام فوالا وكان معكم مشاهد في الشيخ فوالا الدراري ونتقاسوا فلوق جديد ان شاء الله.